كانت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الغزوات التابعة لأمن ولاية لمسان بتفكيك شبكة إجرامية مختصة بالسطو على المساكن، أين تم معالجة 3 قضايا سرقة وتوقيف شخصين يتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة، أين تم حجز دراجة نارية وأقنعة وقفازات ومفكات البراغي كانت تستعمل في عملية السرقة، كما أسفرت العملية على استرجاع كمية معتبرة من المعدن الأصفر محل السرقة قدر وزنه الإجمالي ب 360 غرام بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة.